الشوط الثاني شفنا مباراه شبه مفتوحه او مباراه مفتوحه، خصوصا بعد الهدفين اللي جابهم الجونه، واتيحت الكثير من الفرص لمهاجمي النادي الاهلي. كويس تمام. كان في مشكله في انهاء الهجمات. الهجمات اللي بالكثره ديت مش ممكن نلاقيها مع فرقه قويه. كويس. الاستفاده من انهاء الهجمات بصوره جيده. تمام. الشوط الثاني بص يا كابتن ايمن، هو طبعا ده ماتش ودي، كلنا طبعا شايفين ده ماتش ودي، ووارد ان انت تضيع فيه، ووارد ان انت تبقى يجيلك فرص وما تستغلهاش كويس، لان طبعا زي ما كلنا متفقين ان دي يعني زي مش هنقول تمرينه، بس هي تمرينه قويه بالنسبه طبعا لفتره الاعداد او بالنسبه للتوقف اللي احنا فيها، فوارد ان يحصل كده. لكن في ناس استغلت الفرص زي بادجي جاب جول النهارده برده، دي حاجه كويسه برده تتحسب له. مجد افشه ظهر بشكل كويس جدا، يعني الراجل جاب جولين وعمل هدف اسيست لبادجي جول الخامس. انا شايف ان مجدي افشه النهارده يعني استغل الشوط الاول الشوط الثاني بشكل كويس جدا، اتحرك كتير، ادى لنفسه مساحات، عمل اسيستات كتير، ماشي كويس قوي. طبعا ياسر ابراهيم كلنا طبعا زي ما حضرتك قلت بنطمن عليه ان شاء الله باذن الله بعد ما يعمل اشعه. طبعا اصابه الانكل دي بتبقى رخمه شويه، بس انا عارف ان ياسر راجل، وياسر يقدر ان هو باذن الله يرجع بسرعه. التغييرات يا كابتن زي ما الكابتن عادل قال، طبعا ده وارد طبيعي للتغييرات كتير جدا، ده ماتش ودي لازم تجرب الناس كلها، لازم تشوف الناس كلها، وزي ما قلنا التغييرات كلها بتتم بعد 60 دقيقه، فده طبيعي طبعا، ما تقدرش ان انت تدي اللعيبه كلها 90 دقيقه حفاظا طبعا عليهم، لان طبعا لسه ما وصلوش لفورمه الماتشات ان انت تديهم 90 دقيقه كامله. الناس كلها اللي نزلت انا شايف ان هم ادوا بشكل كويس. كهربا برضو كان عنده شويه يعني عارف اللي هو عايز يثبت نفسه، الماتش اللي فات كان كويس وكان هايل، فهو مش عايز الراجل يغير الفكره عنه، فتحس ان هو عنده حميه شويه، عايز يعمل كل حاجه، بس عايزين يبعد عن العصبيه شويه. ما هي دي يا كابتن اللي بتكلم فيها، هو عايز يطلع كل اللي جواه، فالمشكله ان الوقت ضيق، يعني هو نازل تقريبا في الدقيقه 60، يعني يا دوبك على ما يدخل في جو الماتش وريتم الماتش وبتاع، فبياخد وقت، فهو عايز يعمل كل حاجه. يعني كهربا من نوعيه اللعيبه ان هو لما يمسك الكوره بيبقى عنده يعني هايبر، عايز يعمل كل حاجه، عايز يجيب جوال، عايز يعمل اسيست، عايز مش عارف ايه، فبان عليه النهارده حتى في الفاول اللي عمله النهارده على ال 18. بس هو ماشي كويس، كهربا ماشي كويس، رامي ربيعه نفس الكلام، قلنا قفشه، احمد فتحي نفس الكلام، طبعا علي لطفي بس في الكوره اللي دخل الجول من احمد فتحي ما كانش فيه تفاهم طبعا، ما كانش فيه، لازم طبعا الاثنين يكلموا بعض. بس طبعا علي لطفي المفروض هو اللي زعق طبعا، لان احنا لعيب الكوره وعارفين ان الجون لما بيطلع لازم صوته يبقى عالي، عشان لو في حاجه زي دي اللاعب ياخد باله يعني. لكن مجمل الماتش يا كابتن يعني انا شايف ان هو تجربه مفيده جدا، اللعيبه كلها ادت بشكل كويس، باستثناء طبعا هي الاصابه اللي حصلت لياسر ابراهيم، نتمنى طبعا ان هو يرجع بالسلامه، لكن مجمل الماتش استفاده قويه يعني للنادي الاهلي. كابتن محمد